كتسمع لصوت الفنانة دنيا باطمة ويا راس الحربة وهي اللي دارت لك وفعتفتي خلصتي لي كراهي اللي ما بقى عندي حتى شي حاجة في ديك الوقيتة تكون مع حمزة مون بيبي ولا تكون مع حمزة بأن دنيا باطمة ليس لها علاقة بشنو وقع ليا. صباح الخير عليكم وصباح النور والبركة ويعشركم مبروكة وكل عام وكل عيد إن شاء الله وانتم بألف خير. جاتني مجموعة ديال الرسائل اللي كتقول لي كيفاش كتسمع لصوت الفنانة دنيا باطمة ويا راس الحربة وهي اللي دارت لك وفعلات لك وتركات لك ودارت لك ودار وحنا تضامنا معاك وتستاهل شنو وقع لك. اللي كيتضامن مع الإنسان ما كيمنش عليه أولا وهذا هو الحب بلا مشروط. وهادو هاد الفئة اللي تيقول لك أنت ما تستاهلش مزيان داكشي اللي وقع لك يعني ما كنتيش كتضامن كنتي غادي غير مع الموجة وكنت متأكد على أنك غادي مع الموجة وتضمنتي معايا شنو جيتي درتي ليا مسحتي لي دمعتي صفتي خلصتي لي كراهي اللي ما بقى عندي حتى شي حاجه في ديك الوقيته عيطت ليا وجيتي قلتي لي واش خاصك شي حاجه ادوك صمد نجي نعاونك بها باش تضمنتي بيا باش طلعتي لي بعدد المشاهدات ديال وحدين اخرين بداو توزنوا شنو كتخرجوا من فمكم. واللي كيتضامن بحال الحب بلا مشروط ما كتنتظرش مقابل ولا تقست من به اولا ما تضامنش من الاول. وكنقولها لكم ديما من تبغيو ديروا خير او لا تضامنوا او لا ديروا شي حاجه ما تستناوش البديل من الاخر والا كيتسمى المنان والمنان ما عندنا ما نديروا به. والحاجه الثالثه صوت دنيا باطمة احبه اعشقه يضربني. دونك تكون مع حمزه مون بيبي ولا تكون مع حمزه مافي ولا حمزه مون بروستيتوي ما كيهمنيش. وكون كان عندي ذره شك بان دنيا باطمة وراء شنو كان وقع ليا ما كنتش غادي نغفر انما عارف بان دنيا باطمة ليس لها علاقه بشنو وقع ليا. هذا الحديث هذا ديال هذه العصابه هذه ما نساليوش ما ندوزوش لحاجه اخرى راه قلناها لكم وخرجنا في لايف وقلتها وعاودتها بان الفنانه دنيا باطمة ما عندها حتى شي علاقه بشنو وقع ليا. اللي عندهم علاقه بشنو وقع ليا راه هما تيتجازوا واحد من مورا الاخر وهذا ماشي هو موضوعي لانني نسيتو. ديروا الفرق الله يجازيكم بخير باش تكونوا اولوا للباب لان منين كتبداو كتخلطوا الشكلي في الاكلي لا هذيك ما كنحملهاش شيخ كي دايره صوتها زوين علاش ما تحمليهاش. خير دليل على ذلك اعشق صوت اليسا واكره شخص اليسا كشخصيه وكشخص ما كتعجبنيش انما صوتها واغانيها اعشقهم. بداو ديروا الفرق ما بين الجوج راه حنا في الالفيه الثالثه بركه من السوبات وبركه من داكشي ديال ماشي حتى ديال الحمام ديال الشجر ديال شارع النصر ديتي لي كليان وديك الكليان واحد اخر. دونك في اخر الكلام بلا ما تتضامن معايا وفي الاخر تبدا تجي تمنى عليا فيها والتضامن ما كيكونش بان تضامنت معاك لحقاش ما شفت حتى شي حاجه ليا واضحه كيف ما قلت لك ما جيتيش مسحتي لي دمعتي ولا خلصتي لي كرايا ولا نعستي معايا في الليالي البويض اللي كنت نعس بهم واللي غادي يبدا يجي يمن عليا ما عندي ما ندير به. الله يجازيكم بخير لحقاش انا ما كنقلبش هنايا على العدد الملايين في صفحاتي بارك عليا اللي عندي يكفيني من الصبغ نجاوب الناس الحباب على مسائلهم وعلى مشاكلهم. انتهى وعيد مبارك سعيد. ميزامي الزوينين بغيت نهضر لكم اليوم على واحد لو سوجي كي مو تيان ا كور هي لا سيتوياسيون ديال البنت المغربيه في وسط واحد الفئه من الاسر المغربيه كيتكتب عليها كتزاد هي الاولى كتكون هي الكبيره ولا كتكون هي الاولى اللي كتخدم وكتبقى كتخدم على العائله كامله حياتها كامله كيتزادوا خوت اخرين كيكونوا عندها خوت اخرين ولكن بما ان هي الاولى اللي خدمات كيتشد داك الصالير الا طاحت شي ام متسلطه ولا شي اب ظالم كيحيدوا لها الصالير يخليو لها قيمت باش تشد الطوبيس وباش تشد الطاكسي كبير وتكمل على رجليها ويبقاو يحلبوا فيها توت صافي. يجي الخطيب الاول يجريو عليه والثاني يجريو عليه اللي كل مره كيلقاو لها سبب لان غيمشي لهم ماشي راسو غتمشي لهم الماكينه ديال الفلوس وكيبقى يبروفيتيو في ديك البنت غتقولي لي سي نورمال سي نورمال كلشي يخدم كلشي يتعاون سي نورمال ملي كتكون الاولى كيحيدوا لها الصالير كيلقاو باش يصرفوا الدراري الاخرين ما كيلقاوش الخدمه سبحان الله يا سبحان الله ما كيلقاوش الخدمه كوم باغازوغ ولا كيبداو الخوتات كيتجوجوا كيشدوا بداك الصالير كيجوجوا الاولى ويجوجوا الثاني ويجوجوا سي محمد ويجوجوا رشيد ويجوجوا سعيد ويجوجوا اميمه بفلوسها هي نهار تبغي تشري غير الشراوط خاصها تبقى تطلب وتزاوق امها باش تشري من فلوسها هي شي حاجه باش تلبس وباش تكسى. اما الا بغات شي نهار تشري شي براكه تشري شي قفيس يستمع على دوار الزمان راه داك هو المصيبه العظمى
راجلك خرج للشواري، باغا تخرجي للزنقه، حنا عندنا المراه البنت من دار باها لدار الراجل المقبره، اش باغا تشري الدار؟ ها باغا تجيبي لينا الشوهه، الجيران ديما كيلصقوا لك الجيران، خوالتك غيقولوا، عمامك غيقولوا، حق قال لا وما نقدروش. البنت سولتها البارح قلت لها شحال انت كضربي في الثمره؟ قالت لي 6 سنين. قلت لها صبقتي في شي دار؟ قالت لي ما خلونيش الدار نسكن بوحدي. ولا لا ما قلناش تسكني بوحدك، شريها وسديها ولا كريها وتعاوني بها وجمعي بها وشري حاجه اخرى وقفي على رجليك. والديك الا كانوا والدين مزيانين كيعاونوك انك كتوقفي وكتصححي، حيت من واحد النهار غادي يموتوا، ماشي في الشك غيموتوا، لا 1000% غادي يموتوا، وما عرفناش شكون سابق شكون لاحق. ولكن سكي لوجيك سي كو لي بارون الوالدين كيعاونوا بناتهم ولادهم على انهم كيديروا علاش يرجعوا. هاد النوع ديال الوالدين الظالمين هاد المتسلطين كيبقاو ياكلوا 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 يجروا على العرسان، كيموت واحد النهار دات الرضا بيان سور دير الرضا الله. ودي كتبقى عايشه مع دوك الوراثه، اكيد كيكون خوها سعيد ورشيد وسي محمد شادين ديك الدويره، الا كانت دويره شرا او كرا، المهم كيف ما كانت هادشي. الا ضربتي شي، الا ورتي شي معلقه ولا شي سداري، دو توت لي مانيير غادي يطجوكم وعائلتهم ولادهم ويديروا منك نونو. هي تخدمي وتنفسي مراتو وديري هادشي كامل وتبقاي صابره حتى تطجي وانت عندك 60 عام، ما عندك فين تسكني، ما عندك فين تنعسي، والو غيان دو طون، حياتك كامله نتوما هاد النوع هذا كيبقاو حياتهم كامله كيضربوا التماره على خوتهم وعلى والديهم، ما كيصوروا غير هذا. يلا اي حتى كتفرج فيا اختي، عندك خوتك كلكم تعاونوا، انت تجلسي في الخدمه ولا بصح نيت لي خدامه كتضرب تماره، سيري اختي كري مع البنات ولا كري شي سداري كيكو باغ وديري معاهم الواجب، داكشي اللي قديتي عليه بلا لوجيك حفني عطيه لباك ولا لمك ورجع للروسي ديري حياتك وقفي على رجليك. ما ولدوكش انت بوحدك واش ضربي ديك التماره كامله وتشدي الفلوس كاملين تعطيهم ليهم، هذه دخلوها لراسكم وشوفوا الظلم مسكي غراف. سي كاينين خوت ولكن بما انها هي هزت الدقه كيرجع للور كيتساخر وكيدبر على داكشي باش يكمي وباش يشري شي بياسه مره مره وصافي باش يعاقبها باش باش يضرب التيسيس والصلاة والنبي، وتبقى هي منها تقضية ومنها العيد ومنها الأعياد ومنها اللي مرض ومنها كل شيء. مع كتلقاي النص ديال فمها مسيوس، كتلقاي فيها ضربة، فيها بومزوي، فيها الغماء، فيها كل شيء، ما تقدرش تصرف على راسها لأن ولفات اليوم كتعطيهم كل شيء. ونهار كتفكر أنها ترجع مارشاريير أو لا لا لو سكوندال اللي كينوض، السخط السخط كيبقى غير كيتشير داك النهار، حتى كلي كتحس بتأني بالضمير وكتقول لا بصح نيت عندهم الحق. ودوك الدراري الاخرين اش كيديروا؟ الدقه تجي فيك غير انت علاش؟ باش تكوني مرضيه؟ كتظني بان الرضا كيجيب هذا الظلم؟ هذا سميتو ظلم انا بالنسبه ليا، حيتاش خدمتي انت الاولى وحيتاش لا وكبرناك وقريناك ووكلناك، راه ماشي بالجميل، راه داك هو الواجب. هاد البنت هادي راه ما قالتش لكم عافاك ولدوني هالعار، انا بغيت نجي لهاد الحياه السعيده وهاد الفاميليا الكبيره الشان وديك العائله العظيمه، بغيت نجي عافاك ولدوني. ديجا جايبينها اون في دو ميرد، والدينها في ظروف ديال 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 ما كاينش، كانتوما والدين باش تلبي واحد الغريزه ماشي مشكل، وديجا تكملوا تبروفيتيو فيها لاخر المطاف. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? كدا عار الله، est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ظلم؟ وكتلقاي خوتها دراري ما كيدويوش معاهم، هي بالضبط هاد البنت المغربية ما عندها حق في والو، وتعطي الفلوس وتشقى ودير وتفعل وترك، والاخرين راجعين للور. لو الواعرة هي من ما كتزوج، واو واو، أصلا كيخليوها تتزوج، أصلا كيلقاو لها جميع الأسباب باش ما تزوجش، لأن هي اللي عندها الصالير. البنات خدموا في مستقبلكم. والديكم على راسكم عينيكم، ولكن بالمعقول بالمعقول، باش تبقاو تعطيو كل شيء وتبقاو بلا والو، راه ماشي هضره هادي، راه هاد الافكار الخاطئه اللي هما كبروا بها وكبركم نتوما بها وقنعوكم بان هذه هي الحياه، هذه ماشي هي الحياه. الحياه خاصك تعيشها بكرامه، الحياه خاصك تعرف بان والديك ملي غيموت، والديك ملي غادي يموت وخوتك راه ما غاديش يعقلوا عليك، مع الدوره ما غاديش يعقلوا عليك 1000%، ما كاينش الشك، ولا عقلو عليك غيبقاو يمنو عليك، وانتي حياتك كامله وانتي خدامه وكتضربي في تماره وفي الاخر طلعي بوالو، ماشي معقول. السلام عليكم.